عسلامتكم ومرحبا بكم في برنامجكم حلاوة الدنيا. كيما استانستوا بيا واستانسنا بكم في الحلقات الرمضانية، اليوم باش نعملوا مع بعضنا جلجلانية. الجلجلانية حذية حضرت العسل متاعي وباش نوريكم كيفاش حضرناه. العسل متاعنا هذايا 500 غرام سكر، حطينا عليهم 100 غرام ماء، غليوا شوية كيما العادة 5 دقائق. كي تبدا الكونتيتي كبيره بيان سور يقعد اكثر من 5 دقائق يغلي، ما احنا خاطر الكونتيتي صغيره في ساعه يغلي 4-5 دقائق نعملوا عصره القارص نتاعنا تبدا فرشكه، يغليو شويه وسي بون. احنا اليوم العسل نتاعنا هذا ماهوش عسل الشحور، هذا العسل نتاع الجلجلانيه، هو بيدو العسل اللي نعملوا به البقلاوه نتاعنا، هو بيدو العسل اللي نعملوا به البجاويه. العسل نتاعي انا حضرته من بكري شويه باش ما نتعطلش هوني في استديو. ما الطريقه كيما قلت لكم، عسلنا اليوم راهو عاقد شويه على خاطر هو باش يلم الجلجلانيه الكل مع بعضها. حضرنا الجلجلانيه، عندنا جلجلان، احنا هوني حطينا تقريبا 300 غرام والا رطل، راهو المقادير انتم تحكموا فيها حسب الكونتيتي اللي تحبوا عليها وحسب الامكانيات نتاعنا. باش على الجلجلان حطيت شويه بيستاش وحطيت شويه لوز احمر. ديما راهو انا ديما نقول في الحصص نتاعي الكل، راهو المقادير انتم تحكموا فيهم مش هي تحكم فيكم. احنا الباز نتاعنا يكون العسل نتاعنا مخدوم بطريقه صحيحه، والغوسيت نتاعنا احنا نحكموا فيها هي ما تحكمش فينا. اذا كان مش نحبوا نبدلوا بيستاش، نحب نبدلوا لوز، نجم نحطوا الكاوكاو، نجم نحطوا نوازيت، نجم نحطوا اي فاكهه احنا نحبوها ونقدروا باش نعملوها. هوني باش نخلط الجلجلان نتاعي والفاكهه كيما تشوفوا فيها. الجلجلان نتاعي مقلي في الكوشه بيان سور مجمر، البيستاش كيف كيف مقلي معرج شويه في الفور باش يطير الندام نتاعو ويقعد بنين، وديما راهو على نار بارده يتقلى. عندي اللوز الاحمر كيف كيف مقلي باش يبدا يقرمش. هذه الفاكهه نتاعي مخلطه، هذايا العسل نتاعي سخون كيما تشوفوا باش نخدموا به، هو دوب غليلنا على الغاز. هوني باش ناخذ ديغون، باش ناخذ شويه بلاستيك باش نفرشوا في الرخامه نتاعي. وهذايا العسل نتاعنا باش نصبوه شويه شويه. احنا باش نصبوا ونتبعوا الجلجلانيه نتاعنا تتخلط، ما نبتاوش عليها باش العسل نتاعنا ما يبردلناش ويقولي ما عادش يكبش في بعضه. ديما راهو العسل السخون يعاوننا فاش انه يماسك كل الفاكهه مع بعضها، كان في البقلاوه كان في الجلجلانيه كان في البجاويه، ديما العسل نتاعنا يبدا سخون. وما نصبوش مره واحده العسل نتاعنا خاطر بالك ما عادش عندنا المقادير، صبوا بشوية بشوية ونتبعوا. هوني مع انه هو سخون احنا باش نحاولوا يزلنا نخدموا شوية باليد باش تتماسك الفاكهة مع بعضها. اللي يستانس بخدمة الحلو قلبه يولي قوي شوية، يتحمل شوية السخانة في دي. كيما كنتم تشوفوا نحاول أنا العسل نلمدو بالفاكهة كاملة. الجلجلانيه نتاعي قاعده تتلمد، ريحه الجلجلان وريحه الفاكهه يعطيو ريحه بنينه بالكدا. هوني كيما تشوفوا يلصق كل شيء في الايد العسل. هوني باش ناخذ شويه ماء باش نعديها على اليد باش ما يزيدش يلصق اللي باش تلمد من بعد. هوني باش نصب المقادير نتاعي.
نسكروا عليها شويه، نحيو لي غون. هوني باش ناخذوا شويه ماء ونبلوا يدينا مليح باش ما تلصقناش الجلجلانيه، نحاولوا نبردوها. باش نخليوها تبرد دقائق شويه برك، مش برشا، باش نجمو نقول باش نجمو نلولبوها في يدينا. بابين بردت لنا هي ورولناها مع بعضنا انا وياكم، انتم باش تمشيو الفصل صغرون وترجعوا لي. هذه الجلجلانية نتاعنا مخلطة، وباش نسهلوا عليكم الخدمة نتاعها باش نخدموها شوية في السيرسو، ومن بعد باش نهزوه. حطينا بلاستيك باش ما تلصقلناش على الطاولة. كما تشوفوا دي الجلجلانية ديما شوية ماء باش ما تلصقليش في اليد. الطريقه اللي باش نعملوها باش نصبوها كيما باش نصبوا الجلجلاني البجاويه بالضبط. انتوما تكونوا حطيتوها في بول بلاستيك باش ما تلصقلناش، احنا هوني ما عندناش البول بلاستيك، حطينا في الساشي. ديما كي تخلطوها راهو في البلاستيك باش ما تلصقلناش. شويه كيما ريتو شويه ماء برك، وباش نخدم الجلجلانيه. السيرسو نتاعنا كبير شويه، احنا هوني باش نصبوها. حاولوا صبوها مستويه من لي كوتي الكل، خليوش بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. اللي يحبوا الجلجلان بيان سور باش يعجبهم على الاخر، احنا نحبوها برشا، نحبوا برشا حاجه الجلجلان مع التي في السهريه في القعده في بعد شقان الفطر، وحتى في سير الايام نقبلوا على الحاجات اللي فيها العسل وحلوه شويه. هودي باش نتبعها شويه بالقلقال. احنا منا نخدمو فيها ومنا نبردو فيها باش نجمو نقصوها في سا تعطلناش. نحاولو نحطوها قد قد. نستويوها خاطر راهو الخدمة هذية احنا ما حناش نطولوا عليكم، ما احنا نوريكم في المراحل قد قد باش اذا كانت حلت لكم راهو تبلوا شويه يديكم وترجعوا كيما تشوفوا تلمدوا. راهو زلنا نستويوها قد قد باش تعطينا كعبه مزيانه كيف نقصوها. نحاولوا ديما نستويو باش يجيونا لي كوتي الكل كيف كيف، مش فايده نصبوها ونحطوها. الجلجلانية متاعنا كيف نخدموها
تكون باللي باش نبردوها هي باش تبدا سخونه شويه، خاطر ديما السكر تحب له شويه باش يبرد. انا لنا صبيت الجلجلانيه نتاعي للسهريه باش نخليها تبرد. انتم زاد راهو كي تخدموها ماذا بيكم تصبوها الصباح تقصوها العشيه ولا في الليل، واذا كان خدمتوها في الليل تقصوها الغدوه ترتاح تبرد، يدخل كل الفاكهه الكل تدخل مع بعضها قصانها يجينا مزيان. احنا تو باش نبردوا الجلجلانيه نتاعنا شويه وباش ترجعوا نقصوها مع بعضنا. خليكم معنا على سي بي سي تي في. هذه الجلجلانيه نتاعنا شو نقصوها مع بعضنا مزيانه، حتى دي شيء الجنبات مزيانين. قد ما تبرد كما قلت لكم قد ما خير، خاطر احنا هوني استعجلنا شويه للحصه. اللي يحب تكون مكبوسة زادة أكثر يجم يزيد في تغلية العسل، احنا هولي ما نحبوهش مكبوسة برشا، نحبوها خفيفة بعسلة شوية وبنينة. نحبوشك اللي نكلوها يبسة، خاطر فما برشا عباد يحبوا الحلو العسل اليابس، احنا نحبوه خفيف. الجلجلانيه نتاعي وكيما قلت لكم ونصحتكم راهو ديما تكون الجلجلانيه نتاعنا بردت بالكدا بالكدا. نتوما تو في رمضان عندكم برشا الوقت، خدموها الصباح قصوها من بعد شقان الفطر. ديجا يلزمها شويه فوكس في القصان، بعد شقان الفطر بعد ما واحد تعشى يقصها طلعوا بالكدا. كيما تشوفوها هي تو بدات تعطي في المنظر نتاعها. كيما قلت لكم زاد احنا هوني نحبوا العسل نتاعنا خفيف، ما نحبوش العسل نتاعنا يبدا رزين. حضرت باش نحضر زاد كيس تي معها للسهريه. وهذه الزلجلانيه نتاعي حاضره للسهريه نتاعي، وماش نحضر لها معها كيس تي أخضر وتطلع لي سهرية تعمل 66 كيف. وانتوما زادة تبعونا في حلقاتنا الرمضانية، كل يوم حاجة جديدة، كل يوم استفادة جديدة. إن شاء الله يعجبكم الحلقات معايا، إن شاء الله ما قلقتوش مني. وشهية طيبة وإلى اللقاء، نتلاقاو في برنامجكم حلاوة الدنيا على سي بي سي بنا. صباح الخير وشهية طيبة.